مشاهدينا دلوقتي خلونا نعرف مع بعض ايه اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جلسة مباحثات مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. هيتناول الوزيران خلال اللقاء الثنائي اللي بيعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين العلاقات الأخوية المتميزة اللي بتربط بين مصر والأردن، بالإضافة للتطورات اللي بتشهدها المنطقة خاصة الأوضاع في قطاع غزة ولبنان. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية ونظيره الأردني مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات. النهاردة هتعقد دار الإفتاء ندوة بعنوان الفتوى وبناء الإنسان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في قاعة المؤتمرات بمبنى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الإفتاء في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم التعايش والتسامح. النهاردة هتنظم دار الأوبرا ليلة في حب الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب في 7 مساء على المسرح الصغير، بتتضمن الاحتفالية باقة مختارة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقي حجاب بيلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف، وهم الدكتور محمد البغدادي والفنانة أنوشكا والشاعر محمد بهجت وابنة الراحل سما حجاب، كما تتضمن الأمسية عدة فقرات غنائية لفرقة ونس إلى جانب مشاركة فرقة تنمية المواهب.